ألف مع بث. يرغب الكثير من الناس أن يتعلموا اللغة العبرية الكتابية، ولكنهم يجدونها صعبة للغاية أو حتى مخيفة، فيستسلمون قبل أن يتقدموا كثيراً. والتلاميذ القلائل الذين يحرزون تقدماً فعلياً يكافحون بعد ذلك لتذكر واستخدام ما تعلموه. هذه هي المشكلة. معظم الناس في العالم ليسوا مصممين لتعلم أي لغة باستخدام كتاب دراسي وحفظ الكثير من القواعد. بدلاً من ذلك، أفضل طريقة نتعلم من خلالها اللغة هي التجربة، الاستماع إليها وتحدثها. جميعنا نمتلك القدرة على تعلم أي لغة بالطريقة الطبيعية التي تعلمنا بها لغتنا الأم كأطفال. فكر في الأمر، لم يبدأ والداك بتعليمك الأبجدية والقواعد عندما كنت طفلاً؟ ببساطة لقد تحدثوا معك وأنت استمعت، ثم بدأت في الفهم والتحدث شيئاً فشيء، وبعد ذلك أصبحت مستعداً للأبجدية. مقاطع الفيديو المجانية الخاصة بنا ستساعدك على تجربة هذا النمط الطبيعي والتفاعلي من التعلم. كلما شاهدت المزيد زادت قدرتك على الفهم. هذه الطريقة الطبيعية لتعلم اللغة ممتعة وفعالة أكثر مع مرور الوقت، لأن أصوات وقواعد اللغة العبرية الكتابية تدخل في الذاكرة طويلة الأمد من خلال التكرار والاستخدام. بعد تعلم بعض المفردات والقواعد اللغوية بشكل حدسي من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بنا، ستتعرف شيئا فشيء على الأبجدية العبرية، وفي النهاية ستتعلم القراءة. نحن بصدد إنشاء دورة الفيديو المجانية هذه لمساعدة مترجمي الكتاب المقدس والكنيسة في جميع أنحاء العالم على تعلم اللغة العبرية الكتابية وتنمية فهمهم للكتاب المقدس. لن تسمع اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى غير العبرية في مقاطع الفيديو المجانية لدينا، كي يتمكن أي شخص من المتابعة والتعلم. هدفنا هو مساعدتك على تجربة اللغة العبرية كلغة حية بدلاً من حفظ قوائم القواعد والمفردات. ولست بحاجة إلى كتاب. لا تتفاجأ إن شعرت ببعض الارتباك في البداية، هذا أمر طبيعي. قد تشعر وكأنك طفل مرة أخرى وتحاول تخمين ما يحدث. في بعض الأحيان يشعر الكثير من البالغين بعدم الارتياح في هكذا موقف، لكنه جزء من التعلم، فقد استمتع. إذا ثابرت وشاهدت مقاطع الفيديو مراراً وتكراراً، فستبدأ الأصوات والتركيبات في أن تصبح جزءاً منك. كلما استمريت في ذلك، كلما بدأت في رؤية القيمة العملية لتعلم اللغة نفسها بدلاً من مجرد تعلم أمور تتعلق بها، سوف تندهش من مقدار ما تعلمته بعد بضع مقاطع فيديو. إن لم تتمكن من تذكر جميع المفردات في البداية فلا تقلق، شاهد الفيديو مرة أخرى. ستستمر في سماع المفردات مراراً وتكراراً في مقاطع الفيديو المستقبلية، لذلك لا داعي أن تضغط على نفسك لحفظها من المرة الأولى. تأكد أيضاً من مشاهدة الدروس بالترتيب، وقد تم ترتيبها في قائمة التشغيل المرتبطة في الوصف. فماذا تنتظر؟ اشترك في قناتنا وابدأ في تعلم لغة الكتاب المقدس العبري. الرجاء مساعدتنا في مشاركة هذا التعليم المجاني مع الأصدقاء من البلدان الأخرى الذين قد يهتمون بتعلم اللغة العبرية، والصلاة من أجلنا بينما نواصل إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو المجانية لمساعدتك على تجربة فرحة كلمة الله بلغتها الأصلية الجميلة. شالوم.